الرحمن الرحيم كان من المفطرات التقيؤ اجلكم الله اذا تعمد ذلك لا ما اذا ذرعه القيء وخرج من دون اختيار احيانا قد يكون هناك طعام في الجوف الانسان مثلا يصلي يسجد يركع يصير ضغط على بطنه كذا فتخرج بعض السوائل من البطن الى الفم تندفع الى الفم حوامض غيرها هذه خرجت من دون اختيار الى هنا لا تؤثر شيئا لكن يجب رميها لا يجوز ابتلاعها اذا عاد وابتلعها بطل صيامه ما دامت قد خرجت من الجوف ووصلت الى الفم من دون اختيار حصل هذا الشيء لا مشكله لكن عليه ان يرميها ربما تعود وترجع الى الجوف من دون اختيار خرجت من دون اختيار ورجعت من دون اختيار لا يضر لا يضر لانه لم يتعمد شيئا منهما عندما نقول تعمد القيء القيء له معنى معروف احيانا قد يكون في الجوف شيء يخرج ولا يسمى قيئه فرضوا بالالا شيء شغله معينه بالالا جوهره مثلا لسبب ما ثم راد يطلعها أو من دون اختيار كان حاط شيء في فمه الخاتم مثلا نزل إلى الحلق الآن قاعد يحاول يطلعه فخرج هذا الشيء هل خاتم هل هذه الجوهرة هذا لا يعتبر قيئة فلا يؤثر في صيامه يكون يصدق عليه هذا اللفظ زين من المفطرات الاستمناء اجاركم الله واجارنا منه هذا من الافعال المحرمه الاستمناء فعل ما ينزل المني قد يكون احيانا واحد يسوي هالقضيه مع زوجته من دون ان يقاربها يجامعها يروح يمها كذا يصير عنده هذا ما يكون حرام بذاته لكنه من المفطرات يعني بعباره اخرى هناك استمناء حرام وهو ان يفعل الانسان شيئا يسبب نزول المني منه من غير ان يكون ذلك مع زوجته وامته هذا حرام اصلا بذاته حرام حتى في غير الصيام من المحرمات الحين بيده بغير ذلك حتى لو بالتفكير يقعد يفكر او ينظر الى صور معينه فيصير عندها الوضع هذا ما يجوز من المحرمات لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم زوجته وأمته هاتان محللتان له فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك غير الزوجة والأمه فاولئك هم العادون، خلاص هذول تجاوزوا الحد. هذا في الوضع العادي وفرضه بغير شهر رمضان، هو ما يجوز محرم بحد ذاته يعتبر من المحرمات ويعزر فاعله، لو فرض شخص صادوه الشرطه فعل هذا الفعل او الشهود شافوه. وجيء به إلى الحاكم الشرعي ماذا يفعل له يعزره يجلده عدة سياط حسب جلده خشن جلده ضعيف رقيق اللي يتحمله عشرة عشر المناسب ما هو مناسب له <applause> ويختلفون الناس الشاب غير الكبير حين بالله بدر رجال عمره خمسين سنة ستين سنة يسوي هالسالفة هذا يكون يجلدوه اكثر جلد معتبر آه يعني يقولوا له انت بهالعمر وتسوي هالسالفه هالمرة عنده مره مثلا متزوج تختلف الموارد تختلف شده وضعفا في مضمون روايه يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان يغفر للعالم ذنب واحد العالم وضعه اشد أشد بكثير لأن يدري يعرف الأمور ومع هذا إذا نعوذ بالله أقدم على الحرام هذا عقوبته جدا أكثر من غيره نقصد بالعالم وإلا الفقيه يعني يدري يعلم أكو واحد يعلم واحد ما يدري يعني ما داير بال وما عنده خبر يرتكب بعض المحرمات يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان يغفر للعالم ذنب واحد طيب فهذا هو بحد ذاته محرم ومن مبطلات الصيام لو فعله في شهر رمضان وهو صائم صيامه باطل وعليه القضاء والكفاره او ان شاء الله بعدين راح يجينا ان من افطر على حرام هناك راي أنه تجب عليه الكفارات الثلاث كفارة الجمع صيام شهرين وعتق رقبة وإطعام ستين مسكين قضيته كلش ثقيلة الحين لو فرضنا الآن راح يم زوجته بشهر رمضان بالنهار كذا لمسها أي شيء صار صار عنده إنزال هو مع زوجته مو حرام يصير هالوضع عندهما بغير شهر رمضان لكن لأنه حاله صيام لانها حاله صيام لا تجوز وصيامه ايضا يبطل الى هنا مر ذكر مفطرات الصيام سبعه ثمانيه تسعه حسب الاختلاف هذه قبل ما نعبر الى بعض احكام المفطرات هناك امور كثيره ذكرت في المكروهات ليست محرمة ولا تبطل الصيام، لكنها مكروهة، منها بل الثوب على الجسد، صايم يبلل ثوبه يصب ماي على ثوبه يبلله ولابسه، يصب ماي على جسمه مو مكروه، لكن يبل ثوبه على جسده. ورد فيه نهي نهي كراهي جلوس المرأة في الماء فيها رواية المرأة لا تجلس في الماء النقيع شم الرياحين بأنواعها ورد مشموم ريحان وفرق بين الرياحين يعني النباتات الطيبه الرائحه وبين العطر هذا عطر الورد العطر اللي يستعمل مثلا شو العود، العنبر، الورد اي شيء هذه العطور هذه ليست مكروهه للصائم بل مستحبه التعطر هو بحد ذاته محبوب شرعا وفي الصلاه يزداد استحبابه ويتأكد شم الرياحين شغلة ثانية يأخذ وردة يشمها خصوصا ورد النرجس حين ليش هذا ورد النرجس شنو مشكلته هناك رواية لعلها بهذا المضمون أن ورد النرجس يعطي للشام إحساسا بالشبع يقوم يحس كأنه شبعان هو صائم جا جائع أه وكانه المطلوب يبقى الصائم يحس هو جائع يحس واذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامه وعطشه على كل حال شم الرياحين مكروه الاكتحال بما فيه مسك او صبر مما يصل طعمه إلى الحلق الاكتحال أساسا أثناء الصوم فيه مشكلة لا ما في مشكلة هو الاكتحال ترى بشكل عام محبوب ومو فقط للنساء للرجال اليوم غالبا الرجال ما يكتحلون يشوفوها شوية مو لطيفة مع أنه ما فيها شيء وعندنا في الروايات في الروايه ان النبي صلى الله عليه واله كان يهتم بالاكتحال وكان اذا سافر احد الامور اللي يهتم باخذها معه المكحله وله ترتيبات ثلاثه باليسرى اربعه باليمنى مثلا فيها ارقام معينه زين الاكتحال ممدوح الان في شهر رمضان واحد يكتحل خليه يكتحل يبدو سابقا كانوا يحطون ويا الكحل احيانا مسك المسك اللي هو عطر يحطوه ويا الكحل او صبر الصبر نوع من كذا شيء مر شيء مر نبت مر ياخذوه الحين يستعملوه في امور المهم يبدو كانوا يحطوه بالكحل ليش يمكن ينفع العين مثلا فهذا يحط كحول بعينه هو صايم ويحس بطعمه بحلقه مكروه لا ينبغي له ان يفعل ذلك اخراج الدم المضعف ياخذون منه دم وهو يحتمل انه او يدري راح يضعف شويه لا يخرج الدم زين من يخرج الدم اما يريد يروح يحتجم حجامة مثلا أو يفصد لا يسويها بالنهار خليها بالليل ليس حراما لو احتجم وهو صائم ما يعني ما يبطل هذا الفعل صيامه لكنه إذا كان يضعفه يكون مكروها كذلك دخول الحمام وهو صائم الحمام من أقصد به المرحاض الحمام الحمام, الحمام الحقيقي اللي كانوا يدخلون به ويغسلون وكذا لغسل الابدان. عادة هذه الحمامات القديمة كان فيها بخار وكذا شوية يضعف الانسان يصير يشوف حرارة زايدة. فإذا يخاف انه يضعف يتأذى بدخوله الحمام لا يدخل وهو صائم. أه ملامسه كذا مجيء الرجل عند زوجته يعني يلمسها كذا طبعا الجماع قلنا حرام اصلا يخرب الصوم ما في كلام لا يلمسها وكذا يقبلها اذا كان امنا من حصول مبطل يعني قد يخاف نفسه تغلبه ويروح يقاربها او يخاف يصير عنده انزال ما يجوز بهالحاله ما يجوز يكون متاكد انه ما راح يصير شيء ومع هذا لا ينبغي للصائم ان يفعل ذلك بل هو مكروه للشاب بالخصوص يكره له ذلك ايضا من المكروهات المضمضه عبثا او للتبرد المضمضه مره تكون للوضوء يريد يتوضا ومن مستحبات الوضوء كما تعلمون المضمضه ثلاثا والاستنشاق ثلاثا مستحبات. الان بشهر رمضان يريد يتوضا حتى يصلي مستحب يتمضمض مستحب يستنشق لكن اذا يتمضمض عبثا يريد يتبرد حاس حرارة ويحط ماء بارد بفمه ويرميه في إشكال ما في إشكال لكنه مكروه إذا لم يفعله فهو أولى هذه بعض مكروهات الصيام الآن هذه الأشياء التي تبطل الصيام الأكل الشرب الكذا هذه تاره يفعلها الانسان عمدا ملتفت يدري هذا يخرب الصوم ما يجوز ويستعمله هذا فرض تاره ياتي بها نسيانا نسى واكل وشرب تاره يفعلها جهلا ما يدري بناء هذا الشيء ما يفطر ما يدري ان الاحتقان بالمائع مفطر، الحين الاكل والشرب اغلب الناس تدري به، لكن ما يعلم ان ايصال الغبار الغليظ مثلا مفطر. هذا تصور ثالث، احيانا يحصل منه هذا الشيء كرها، يجبروه على ان يفعل هذا الشيء. هذا تصور رابع، واحيانا يصدر منه جبرا يعني يخرج عن الاختيار رغما عليه مسكون فمه ويصبون به الماء هذه خمس تصورات كل منها له وضع معين له حكم اما التعمد فهو الذي يبطل الصيام اكيد اذا واحد عمدين من دون اكراه من دون اجبار أكل أو شرب أو استعمل أي واحد من هالمفطرات صيامه باطل كذلك لو أجبر يعني خرج عن الاختيار واحد مسكوه فتحه فمه بالقوة وصبوا الماء بحلقة حاول آه ما يبتلع الماء ما قدر رغما عنه الماء نزل في جوفه هذا ما يبطل ما يأثر على صومه أه التعمد والإجبار أو رجل مثلا إجا على زوجته يريد يقاربها بشهر رمضان المفروض هي تمتنع ترفض وتقاوم أشد المقاومة قاومت ما قدرت عليه فأخذها هالأيام يكتبون يقولون الرجال الزوج اغتصب زوجته هو الزوج ما يغتصب زوجته هي زوجته بس فيش تسوون بعد هذه بعد الاصطلاحات مال الايام آه يقولون ما يصير الرجال يغتصب مرته اذا هي مرته ويغتصبها شنو ظل بعد؟ زوجته هذه بشهر رمضان اغتصب زوجته قولت الايام يعني راح اخذها بالقوه رغما عنها هي صيامها ما يخرب لانها خرجت عن الاختيار شنو بقى عندنا؟ النسيان والاكراه والجهل بالحكم هذه تاتي تفاصيلها ان شاء الله